ميرنا وينك؟ أنا بالمشفى. ليش؟ جيت لحتى أعطي كليتي لأخي. عن جد؟ أنت وصلت؟ طيب شكرا. قال لي إنه وصل على المشفى المركزي. راحت على المشفى؟ ليش طيب؟ ليش؟ ليقوموا يمسكوها يا يوسف. دقيقة خليل، أنا عرفت لوين راحت ميرنا. راحت على المشفى. أي يوسف، بعرف وأنا رايح لعندها. وقف السناني، لا تعمل أي شيء لحالك. خليل مشان الله اسمعني، لا تدخل على المشفى لإشي. امشوا على المشفى. مليلي هالاستمارة. شو العمل هلأ؟ العمى بعيونه ما أوقعها. بسببها هيك صار بأخوها. هيك نتركها تروح بكل بساطة؟ تعي نشوف. بدي أعرف شو مفكرة تعملي. مفكرة أني أنقذ حياته لأخي زاهر. يا كذابة، الله أعلم شو ناويين تسوا. شو وينه صاحبك؟ عم تلهينا هون وهو طلع يخلص على أخوك ما هيك؟ لك كلبي يا غاطي، بدي أغسل عاري هلأ، بدي أغسله. بابا خلص اتركني، خلينا نقتله فورا. ألو، دعوا على الاستعلامات فورا. تعي هيك، تعي اتركوني بقى. شت، أنت السبب بكل شي صار، بدي موتك. موتني أنت، بس أنا هلأ جاي لحتى عيش أخي. لحقونه بسرعة. اترك البنت، اتركها. هاي بنتي ميرنا ومرتي كمان. يلا روح. شو في هون؟ هدول بدهم يضرب البنت. انا اجيت لهون مشان اخي، لاتبرع له، وحضرته البابا. شكرا. شو هالجرأة وليك؟ لك شو الوقاحة؟ المهم اخي زاهر، مو هيك؟ ممكن نبدا بالاجراءات؟ طبعا، عبي الاستمارة للفحوصات، الممرضة رح تساعدك. لازمك شي؟ شكرا، كله تمام. كانت مشكلة عائلية وانحلت. إذا صار أي مشكلة نادينا. طيب امشي لشو. تفضلي معي. امشي نطلع. وهي رح نتركها هون؟ لا امشي، جيت لحالة لهون، ما رح تهرب. خلينا نبقى جنب زاهر. لك معقول هيك علقنا بالعجقة؟ بهالوقت بيكون في كثير عجقة. وينكن يا؟ عطشت. هلا بشربك، استنى. ميرنا هون. شو؟ شو يعني؟ عمي ما بدك تقله؟ اجت ميرنا؟ وليش اجت؟ اجت لتتبرع لك بكليتها. انا ما بدي اشوفها. يا سبع، يا زاهر السبع، طبعا ما بدك منا شي. خلصت الكلاوي من الدنيا؟ انا رح دبر لك احلى كليه. ولا يمك، خلي كليه هالواطيه تنفعها. 100 كليه بتخدم شواربك. لوين؟ راجع. عم تعبي الاستمارة. مين بيعرف بأي خدعة عم تفكر هلأ؟ ويمكن عم تنصب لك فخ. معقول؟ ما يهمك يا بطل، أنا جنبك، ما رح أتركك لوحدك. أنا رايح شوفنا. مصطفى، مصطفى، المي.
ألو، وينك؟ أنا بالمشفى. كيف بلاقيكي؟ أنا وصلت جاي لعندك. أوعك خليل، أوعك تجي. ميرنا قلي لي وينك؟ قلت لك ما تجي. سكري هالتليفون مصطفى. ميرنا ألو، ميرنا هلأ برجع. طيب خليل استنى. يوسف، يوسف لقطوا ميرنا. اضحك تفوت. عم قلك لقطوا ميرنا. الله يخليك لا تفوت. انت روح هلأ وانا بخبرك كل شيء. وينه؟ وين ميرنا؟ قطعناها. ميرنا يا عمري يا حبيبتي. أمي، على أساس ما شفتيني من قبل إيه؟ يا حبيبتي قديش اشتقت لك، هيك بتعملي فينا. ميرنا تيتي حبيبة قلبي. انتو كيف عرفتوا إنه هون؟ خليل خبرهم. ميرنا قالت لي. ليش اجيتي لهون؟ لحتى أعطي كليتي لأخي. معقول يا بنتي؟ ميرنا إن شاء الله تزبط، رح أنفحص. يا حبيبتي يا عمري تقبري قلبي. أصيلة، وين الكلب؟ خاف يجي؟ أنا اللي بدي طالع لك روحه، عم تفهمي وليه؟ اكسر إيدك. ليك ولا نحن وين وانت وين؟ البنت جاي على إرجيها لتساعد أخوها، حاجة تخبص بقى. عم يستنوني مشان الفحوصات. دورت بالإنترنت، ما بيكفي زمرة الدم تتوافق، كمان في فحوصات تانية، بس على الأغلب بين الأخوة تزبط. إن شاء الله إن شاء الله يا عمري. اسمعني لا تغلط بشي، بتبهدلنا. ما شاء الله لكان لكان تمشي من العيلة. ها ايش هالمحبة ما شاء الله. ولك البنت بايدنا وما عم تعملوا شيء. لعمة. هالعمليات بتكون صعبة يا أنسة؟ لا تقلقي، بهذا الوقت كل شيء صار سهل. أساساً الدكتور رح يشرح لكم كل شيء بعدين. أمي فهميني، إذا ما عملت هيك مشان أخي كل عمري رح يعيش بتأنيب الضمير. هو بضل أخي وأكيد بحبه. تجي معي؟ ليك ليك ليك، حافظة كم كلمة وجاي تقولون عنا هون؟ تعرف تكولك مو جاي تعطي الكلية لأخوها؟ أكيد ناويين على شينية وجايين يكسبوا الوقت هون عنا. تسكت ولا بيجي بخرسك؟ يوسف لا توسخ ايدك. شفت حسن افندي؟ مو هي قليلة الاصل يلي حكيت عنها؟ بنتك اللي بدك تقتلها عم تعيش اللي رح يقتلها، وعم تسامح. رجع عقلك لراسك، انت ابوها لميرنا كمان، مالك وحش، انت انسان يا حسن. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.